اكثر من 30 ما يقرب من 30 صحفي محبوس. لدينا اوضاع صحفيه شديده السوء، لدينا صحفيين يتم الاعتداء عليهم بشكل دائم وبشكل مستمر، ويتم منعهم من التغطيات ومقالات تمنع بشكل دائم. انا واجهته وانا اجلس في مكتبي بالمناسبه من خلال صفحة ليست لي على الفيسبوك، تم توجيه لي 6 تهم، منها قلب نظام الحكم، ومنها ده في قضية أخرى، بخلاف قضايا عدة قضايا أخرى يتم تحريكها، وطول الوقت يضعك تحت ضغط أنك مطلوب، طول الوقت يضعك تحت ضغط أنك مطارد، وهذا بدوري يخلق بداخلك رقابة داخلية. أنا تقديري أن المناخ العام الحاكم للصحافة في مصر منذ مبارك وحتى الآن هو مناخ مقيد للحريات. تجربتي الشخصية الآن هي تجربة البداية، أنا أملكها، أنا أنفق عليها، أنا أدفع ثمنها ماديا ومعنويا وعلى مستوى الحريات، ولذلك ربما لا يريد ويسندني عضوياتي في النقابة بعض الشيء، ولذلك القيود أنا أتعرض بعنف الآن لأن أكون خارج مصر، لكن أنا أظن أنا سأكمل. الوضع الآن هو الأصعب في تاريخ الصحافة المصرية.